سفر إلى عوالم الموسيقى الأوروبية، ذلك الذي قاد الجمهور العاصمي إلى المتجر من خلال فرقة سيمبلي باند في رحلة دون تأشيرة، ليكتشف من خلالها سحر عزفته وقول ألحان تقليدية وعصرية، ليكون بذلك المهرجان الثقافي الأوروبي جسرا من جسور التسامح الثقافي. التغطية أيضا كانت لصوفيان عديلة. هذه المعزوفات المنفردة الجميلة والأصوات التي تسافر بالمستمع إلى جميع أنحاء العالم والقادمة من قلب بلد المجر في سهرة جميلة عنوانها الوحدة في التنوع، السهرة الثانية من فعاليات المهرجان الثقافي الأوروبي. إنها المشاركة الأولى لنا في أفريقيا والجزائر بالأخص. نعزف على آلات موسيقية تقليدية وحديثة مجرية الأصل تدعى التيمبولوم، تشبه الآلات السنتوري الفارسية والكانون الإسلامي. هذه الفرقة تأسست قبل 10 سنوات. حقيقة المهرجان هو فرصة للتعرف على مختلف الثقافات. أنا سعيد لقدومي هنا إلى الجزائر. إيقاعات مختلفة ونوتات تدندن في أذن كل مستمع، في كل مرة تحكي عبق تاريخ حضارة من الضفة الأخرى لتعرف الجمهور العاشق للفن والموسيقى على التنوع الثقافي الذي يشترك رغم اختلاف الأجناس. Des rimes qui nous touchent au cœur, très pour la participation du public, et surtout ils sont des rythmes qui nous disent qu'on est tous ensemble, parce qu'il y a des petits morceaux dans lesquels on peut se reconnaître. Le Festival culturel européen, à mon avis, est un lieu d'échange extrêmement important parce que, d'une part, ça apprend au public algérien toute la diversité de l'Europe, parce que quelquefois, les jeunes Algériens ne voient l'Europe que d'un seul côté. Et d'autre côté, ça nous montre également combien il y a de liens entre les Européens et les Algériens. حقيقة يعني الستيل تاع لا هونغري ماجر عندهم ان ستيل كي سو رابروش ان بو ا توت لا زون ميديتيرانيان تاع البحر المتوسط، وعندهم ان ستيل لي سونوريتي تاعهم ايتترا نلقاهم عندنا، نلقاهم عند البلدان اخرين ايتترا تاع الحوض تاع البحر الابيض المتوسط. وهذيك اللي تغني في الجروب دارت واحد الاغنيه جوستومون تاع الاندلس تاعنا. هكذا هو الفن والموسيقى، سفر عبر الزمن على أمواج من الإيقاع لتكون الوجهة في كل مرة ثقافة جديدة وعالم من الجمال والإبداع. هاي